كنا قاعدين العصر هون بعد ما فقنا من النوم العصريات قاعدين سوينا شاي شربنا سمعنا صوت برا في الشارع طلعنا الكل نوكل كنا فكرناها كونا بعد ما بخمس دقائق صارت انفجار تحكي تا انت طالب جامعة ولا طالب جامعة؟ محمد رجال انت حر؟ ايه مدارس بالنسبه لاشتباكات هفال كل ما تصير هدنه النظام يقوم بخرق الهدنه قبل بساعه ونص او ساعه يبلش ضرب على حواجز ونقاط الاسايش وبعض النقاط اليابكه هفال طبعا نحن هفال ما نقدر يعني بدنا نظل قاعدين هيك ساكتين يعني لهالشيء هذا اللي يتصرفوا النظام البعثي بهالطريقه هاي التعسفيه فبقى نقوم بالرد على الضرب هفال قمنا خلال امبارح خلال نهار الخميس بالاشتباكات صباح نهار الخميس اخذنا الليلية من النظام البعثي ثم تلاها انه اشتبكنا مع النظام البعثي بالنشوة الشرقية وقمنا باخذ كمان النشوة الشرقية بعد قصف الطيران السوري